أحصانا ومصرانا والمسجد الإبراهيمي وكل هذه الأرض، وبالإجابة جدير بأجمعين. والسلام عليكم ورحمة التي يحب. الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأرض لأن تكون مهبطا للديانات السماوية الثلاث، وبالتالي نحن نقيم على هذه الأرض منذ الأزل، وبالتالي همومنا واحدة، قضايانا مشتركة، مشاكلنا مشتركة، محبتنا لبعضنا البعض بدأت منذ العهد العمرية 6. نحن نعمل من خلال انعقاد هذا المؤتمر إلى تبني خطة دولية، خطة عربية وخطة إسلامية تقودها القيادة الفلسطينية من أجل تخليص القدس والخليل والأراضي الفلسطينية من هذا الاحتلال، وأن تتحول قضية القدس إلى قضية دولية. هذا المؤتمر مثل ما قلت بالتجاور ما بين الخليل والقدس وما تمثلانه من قوة حضارية وإسلامية وعربية تستند إلى الذاكرة العميقة لفلسطين والبطولات الكبرى، إنما تؤكد مرة أخرى على أن الخليل مثلما القدس مثلما هي فلسطين بكل ساحاتها ومساحاتها وفضاءاتها، قادرة على صد رواية النقيض الاحتلالي وقادرة على تثبيت الرواية الفلسطينية والدفاع عن ذاكرة المكان. مسألة فلسطين ومسألة بيت المقدس هي مسألة ومشكلة العالم الإسلامي كله، وهي وهذه المسألة متعلقة بالعرب وبغير العرب، وعلينا وعلى كل واحد أن نشعر بمسؤولية أمام هذه القضية، ولا بد أن نساهم في هذا الأمر ونتحمل مسؤوليتنا أمام الله.